شوفي مين. يا رب يا ساتر. يا اهلا وسهلا. حاج عبد السلام هنا؟ اه موجود يا اخوي، اتفضل. تعالى يا حاج عبد الحكيم. اتفضل. اتفضل يا عمده. تعالى يا عم اسحاق. يا رب يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا الف خطوه عزيزه. اهلا بالرجاله الكبار، اتفضلوا. اهلا وسهلا. ازيك يا عبد الحكيم؟ يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اهلا اهلا. ازيك اسحاق؟ اتفضل اتفضل. ازيك؟ كيفك يا ست الكل؟ الحمد لله يا رب العالمين. ازيك يا عمدة، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك انت يا ست كريمه؟ وازاي بناتك؟ فضل ونعمه من الله، كويسين الحمد لله. دايما يا رب. ابوك فين يا ناديه؟ موجود. خير؟ اطلع عند هيلو يا ناديه. ليه؟ الا جاريها ناديه، لما ابوك اسحاق يقول لك اندهي لابوك تندهي له على طول، ما عايزين شلت وعجن احنا. ولا ايه يا كريمه؟ لا عينينا. حاضر. روح يا ناديه قولي لابوك في ضيوف عزاز قوي عايزينك تحت. يلا يا حبيبتي. تشربوا ايه؟ قهوه عبد الحكيم انا عارفاها، وقهوه اسحاق زيها بالظبط. وانت يا عمده قهوتك ايه؟ مظبوطه ان شاء الله. وانت؟ لا انا قهوتي عاد لما الحاجه اللي احنا جايين عشانها تنقضي. تنقضي ان شاء الله. اهلا اهلا حاج عبد السلام. عبد السلام كيفك؟ مرحبا. الله جاريها يا ابو ناديه، يعني سلمت علينا كلنا والحاج عبد الحكيم له ليه؟ بقول لك ايه يا حاج كامل، انا قلت انت لما ترجع من الحجاز هتجيب لي معاك حاجه من ريحه النبي يعني. عليه الصلاه والسلام. اتفضل اقعد. اقعد يا محمد، اقعد اقعد. معاك حاجه يا ابو ناديه، انا غلطان بس انا برضو جاي لك النهارده وجايب لك صاحبك وحبيبك معايا. انا لا ليا اصحاب ولا احباب. شفت يا كامل؟ مش اللي ما يقول لك حاجه تسمعك. استهدى بالله عادي يا عبد الحكيم، اقعد اقعد. ما توجعش دماغنا عاد. توجع دماغك؟ ايوه ما توجعش دماغنا، انت غلطان واحنا جايين نستسمع الحاج عبد السلام ونقول له حقك علينا. حقك علينا يا عبد السلام، واحنا مستعدين نحب على راسك واحد واحد، واولنا عبد الحكيم، عشان اللي حصل ده كبير كبير قوي، بس انت احسن مننا كلنا، وانت عودتنا على كده. يلا عبد الحكيم يلا تعالى. يلا تعالى يا عبد الحكيم. قوم يا عبد السلام. قوم على راس عبد السلام. يلا قوم يا راجل قوم. حب على راسه. الله ليه كده؟ ليه كده يا عبد السلام؟ انت جنيت ولا ايه؟ يلا يلا عبد الحكيم. استنى يا اسحاق. ليه كده يا عبد السلام؟ الراجل جاي لغايه بيتك عشان يحب على راسك، تقوم تعمل كده وبيتك. عبد السلام؟ عبد السلام؟ ليه كده يا عبد الحكيم؟ نبي نبي. أخويا 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 عبد السلام عبد السلام. إيه اللي عملته ده يا عبد الحكيم؟ إيه اللي عملته ده يا عبد الحكيم؟ اللي عملته ده عبد الحكيم. يا ابوي يا ابوي 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 يا ابوي رد عليا يا ابوي ابوي. قتلته قتلته يا عبد الحكيم، ارتحت دلوقتي. قتلته ابوه، قتلته يا عبد الحكيم. مش هسيبك مش هسيبك عبد الحكيم. لا يا كريمة. 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 لا يا ك
ان مفيش حد ياخد مطار عبد السلام تبقى غاوي يا عبد الحكيم. غاوي يا عبد الحكيم. ابوكي ما ماتش، ابوكي ما انقتلش. كامل اسحاق، ما عنديش حد مات، ما عنديش حد مات غير لما اخد طار، اخد طار عبد السلام. ما عنديش حاجه، كلامي مفهوم ومسموع يا ناس.